يتوسط الدماغ البيني الدماغ الأمامي محاطا بنصف كرة مخية من كلا الجانبين. يحتوي الدماغ البيني على عدة مجموعات من البنيات الرمادية، أهمها المهاد والوطاء، والتي تلعب دورا حيويا في الجسم. يعتبر المهاد المجمع النووي الذي يحتل الجزء الأكبر من الدماغ البيني. ويشكل بالأساس معبرا رئيسيا لمعظم السويالات الحسية المتوجهة إلى القشرة المخية. كما يلعب دورا مهما في مجموعة من الوظائف الحركية والمشاعر. ينقسم المهاد إلى كتلتين متماثلتين من المادة الرمادية، واحدة في اليمين والأخرى باليسار. غالبا ما يربطهما جسر بالوسط يدعى بالالتصاق بين المهادين. يتكون المهاد من نواة متعددة، تلعب كل واحدة منها دورا محددا جدا. يحدد كل مهاد الحد الجانبي الموالي للبطين الثالث، ويحيط به من الأعلى والأمام كل من جسم ورأس البطين الجانبي الموالي. يقع ما تحت المهاد أو الوطاء مباشرة أسفل وأمام المهاد. وعلى الرغم من صغر حجمه مقارنة بالمهاد، فإن دوره الحيوي في الجسم لا يقل أهمية عن هذا الأخير. يحتوي الوطاء على عدة نواة مختلفة تساهم في العديد من الوظائف، بما في ذلك تنظيم الحرارة، الشهية، وتنظيم دورة النوم واليقظة. كما أنه يلعب دورا أساسيا في الجهاز العصبي اللا إرادي. يعتبر الوطاء المحرك الرئيسي للغدد الصماء في الجسم كله، إذ أنه يتحكم في إفرازات الغدة النخامية التي تنتج أهم الهرمونات في الجسم.